السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوتيوب قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله هنشتغل مع بعض تمارين الجرامر على الدرس الأول والثاني من كتاب جيم، كتاب الشرح لعام 2023. يا ريت على مخلص الإنترو تضغط لايك للفيديو وتشارك الفيديو مع زمالك على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. لو ده أول مرة تشوف القناة شرفنا اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك إشعارات بالحلقات الجاية إن شاء الله. ورجعت لكم مره ثانيه، ويلا بينا نبدا بسم الله. اول سؤال بيقول choose the correct answer. number 1 حبيبه likes numbers so much she not gets high marks in the math exams. بيقول حبيبه بتحب الارقام جدا، يبقى هي ايه؟ تحصل على درجات عاليه في امتحانات ماده الرياضيات. المنطق بيقول ان طالما هي بتحب الارقام جدا، يبقى هي اكيد هتجيب دايما درجات عالية في الاختبار دي. يبقى احنا نختار ظرف التكرار كلمة always اللي معناها دائما، لكن كلمة never و doesn't و hasn't اللي هو كله ده نفي مش هينفع، لان ده هيتعارض مع معنكم. رقم 2 my parents not drink tea with meals they don't like it. بيقول في الجملة التانية زي اللي هم والدي يعني لا يحبونه، it هنا بتعود على التي اللي هو الشاي. الجملة بتقول في البداية والدي يشربوا الشاي مع الوجبات، هم ما بيحبوهوش، يبقى ايه؟ زي don't like it. يبقى انا محتاج اداة نفي، و drink دي تعتبر مصدر الفعل، واحنا عارفين ان اداة النفي اللي هي كلمة don't او كلمة doesn't بيجي بعدهم مصدر الفعل، لكن aren't ما بيجيش بعدها مصدر، وhaven't ما بيجيش بعدها مصدر، وكلمة does هنا مش هتنفع. رقم 3 she not want to go to the cinema. الاجابة هتكون كلمة doesn't، عشان عندي she بتيجي في النفي وبتاخد كلمة doesn't وبيجي بعدها مصدر الفعل زي ما انتم شايفين. دايما لما تيجي تاخد don't زي ما خدناها في رقم 2 او كلمة doesn't اللي خدناها برضو في رقم 3، تأكد ان جاي بعدها مصدر الفعل عشان تكون متأكد ان اجابتك اجابة صحيحة. طبعا don't مش هتنفع، لان don't بتيجي مع I we you وزي، وisn't وhasn't ما بتجيش بعدهم مصدر الفعل. رقم 4 what not he read in his free time. What might he read in his free time. انت هنا ده ترتيب حالة سؤال موجود فيه علامة استفهام في اخر الجملة، يبقى دي حالة سؤال، ولازم تكون عارف تكوين حالة السؤال في المضارع البسيط اللي هي بتكون من do او does وبعدين الفاعل وبعدين مصدر الفعل. وطبعا بتاخد do مع I, we, you وزي، وبتاخد does اللي فيها is مع he وshe وit. وانت عندك هنا he، يبقى انت هنختار كلمة does. number 5 الشخص الاولاني بسأل الشخص الثاني، فالاولاني بيقول are you leaving، وفي هنا علامه استفهام، يبقى ده سؤال. رد عليه الشخص الثاني وقال له in the evening. in the evening دي معناها في المساء، يعني بتعبر ايه عن ايه؟ بتعبر عن فتره زمنيه، يبقى هي اداه الاستفهام اللي الاجابه بتاعتها بيكون فيها فترات زمنيه. تمام، اداه الاستفهام اللي معناها when بمعنى كلمه متى. متى ستغادر؟ قال له in the evening في المساء. لكن هو معناها من، بنسأل عن الأشخاص. what معناها ما أو ماذا للسؤال عن غير العاقل أو للسؤال عن الأشياء. how many معناها كم العدد، ودي بستخدمها للسؤال عن العدد. رقم 6 سامي نقط arrives at school late. لو بصيت لكلمة arrives اللي هو فعل الجملة هتلاقي ان موجود فيه حرف الاس، يعني هو دلوقتي مش مصدر فعل، يبقى doesn't و don't غلط، لان don't و doesn't زي ما احنا عارفين بيجي بعدهم مصدر الفعل. وكلمة aren't مش هتنفع، يجي بعدها كلمة arrives، يفضلش عندي غير ظرف التكرار اللي هو كلمة ايه؟ never. ويبقى الجملة معناها سامي لا يصل الى المدرسة متأخرا ابدا. كلمة never بتؤدي معنى النفي، بس الفرق بينها وبين don't و doesn't ان don't و doesn't بيجي بعدهم مصدر، لكن كلمة never بيجي بعدهم تصريف الفعل عادي، ممكن يتحط في اس مع هيوش وات ومصدر مع اي وي ويو وزي. رقم 7 يور ماذر كوك افري داي، وحاطط لك كويشن مارك في الاخر، ما يدل ان الجمله دي جمله استفهاميه، يبقى انت لازم تكون عارف تكوين حاله السؤال. لو بصيت بقى في الفاعل هتلاقي كلمه يور ماذر. 90% من الطلبه بتغلط لما تشوف كلمه يور، ويعتقد انه لما يشوف كلمه يور يبقى هيختار دو، لكن خد بالك يور غير كلمة يو. يور دي صفة ملكية،
لازم تشوف الكلمة اللي بعد كلمة يور وبناء عليها هتعرف انت هتختار دو ولا داز. الكلمة اللي بعد كلمة يور كلمة مزر كلمة مفرد يعني تحط مكانها شي، يبقى انت هتختار داز. طبعا ده تكوين حل السؤال في زمن المضارع البسيط، دو او داز زائد الفاعل زائد المصدر اللي هو كلمة كوك. رقم 8 It not rain in summer in Egypt. لو بصيت لمعنى الجملة بيقول هي تمطر، إت هنا معنى الجو يعني الجو يمطر في الصيف في مصر. هل الدنيا غالبا دي معناها غالبا ودي معناها أبدا ودي معناها لا مع كلمة نيفر؟ أولا ما ينفعش أخد نيفر مع أي أداة نفي، نيفر يستحيل تيجي مع أي أداة نفي. ليه؟ لأن نيفر زي ما قلنا من فوق هنا بتؤدي معنى النفي، ولو أنت حطيت نفي مع نفي يبقى نفي النفي إثبات، يبقى دي غلط. فاضل عندي نيفر اللي معناها ابدا ودازنت اوفن واوفن. تعال نشوف معاني الجمله. هتقول الجو غالبا بيمطر في الصيف في مصر، مش نافع. الجو نيفر رين ان سمر، ما بيمطرش ابدا. طب ممكن ناخدها بس بشرط ان يكون هنا رين ده اهي فيها ايه، فيها اس عشان الفاعل ات، لكن مش هتنفع لان لو خدنا نيفر لازم يكون في هنا اس زي المساله رقم 6. لما خدنا نيفر كان الرايف فيها اس عشان ثاني يعني هي، وهنا عندي ات يبقى ما فاضلش عندي غير كلمه ايه doesn't often، عشان doesn't بيجي بعدها ايه، بيجي بعدها مصدر الفعل اللي هي كلمه رين. طب هتقولي طب هل ينفع often تيجي في جمله منفيه؟ اه عادي تيجي في جمله منفيه، ما فيش اي حاجه تمنع من كده. رقم 9 how many people not in Egypt. هنا برضو جملة استفهامية بتنتهي بعلامة استفهام، ولكن في هنا حاجة مختلفة. هنا الجملة بتسأل عن الفاعل، ولما تكون الجملة الاستفهامية بتسأل عن فاعل في الحالة دي ما بعملش تكون حالة الجملة الاستفهامية المعروفة اللي هي فعل مساعد وبعدين فاعل وبعدين فعل أساسي. ده تكوين حالة الجملة الاستفهامية المشهور اللي معظم كتير من الطلبه عارفه. لكن الجمله الاستفهاميه لما بتسال عن فاعل ما بستخدمش التكوين ده خالص، وبستخدم كانه جمله عاديه بالظبط. يبقى هنا هستخدم ايه؟ الاجابه هتكون كلمه ليف اللي معناها يعيش، ويبقى السؤال معناه كم عدد الناس اللي بيعيشوا في مصر. لو انا جاوبت عن السؤال ده وقلت مثلا 100 مليون بيبل ليف ان ايجيبت، لو لاحظت الاجابه بتاعتي اللي هي 100 مليون بيبل اللي هي 100 مليون دي تعتبر ايه يا جماعه؟ تعتبر فاعل الجمله. عرفت بقى انا هنا بسال عن فاعل الجمله. طالما بسال عن فاعل الجمله يبقى ما بستخدمش تكوين حاله السؤال اللي هو فعل مساعد فاعل فعل اساسي. السؤال بعد كده بيقول complete the sentences with the correct form of the words in brackets. نمبر 1 نقط سامي go to school yesterday. طبعا ده تكوين حاله سؤال اهو، في علامه استفهام في الاخر وانت عندك الفاعل اللي هو سامي. دايما وانت بتحل مضارع بسيط بص على فاعل الجمله، هيحل لك اشكاليات كتير جدا. طالما سامي هو الفاعل يعني هي، يبقى احنا هنختار كلمه ايه؟ تمام، اختار كلمه داز. نمبر 2 هي نقط تشيز اند بريد، وحاطط لك بين الاقواس كلمه ايتس وكلمه يوجولي. في قاعدة معروفة لازم تحفظها اللي بتقول ظروف التكرار، هنكتبها برضو عشان الناس تاخد بالها منها. ظروف التكرار تأتي قبل الفعل الأساسي وبعد الverb to be. يعني ظروف التكرار اللي هي كلمة always, usually, often, sometimes, ever, never وهكذا، كل ظروف التكرار دي بتيجي قبل الفعل الأساسي. أنا عندي الفعل الأساسي اللي هو جابوني في الأقواس اللي هو كلمة eats، و usually ده ظرف التكرار، هتبقى الإجابة إيه؟ usually eats. بس كده. رقم 3 اسلام يوجوالي نقط فوتبول اون فرايداي. انا قلت لك دايما بص على فعل الجمله، فعل الجمله اسلام، يبقى انت هتحط في فعل اس عشان اسلام لو حشيلناه وحطينا ضمير بنحط الضمير هي، واحنا بنحط الاس لما يكون فعل الجمله هي او شي او ات. رقم 4 ذا سكول باص نقط ات هاف باست 8، وبرده مديك ظرف تكرار وبديك فعل اللي هو ايه؟ الرايف. هنحط ظرف التكرار في الاول زي ما قلنا وفقا للقاعده اللي احنا كتبناها من شويه. يبقى هنحط ظرف التكرار في الاول كلمه always، وبعدين arrive هنكتبها بس هنزود لها حرف الاس علشان سكول باص اللي هو اتوبيس المدرسه مفرد غير عاقل لو شلناه وحطينا ضمير بنحط الضمير ات، ومعاه شو ات بنحط اس في الفعل. رقم 5 I not my laptop to watch videos I always use my
فول هتلاقيه في الديك بين الاقواس كلمه نط، يبقى هو عاوز الجمله منفيه. طب انت بتنفي في المضارع البسيط مع اي بايه؟ بكلمه دونت ولا بكلمه دازنت؟ تمام، بكلمه دونت. يبقى هتقول اي دونت، ومعروف ان دونت بيجي بعدها مصدر الفعل، يبقى هتكتب كلمه يوز بعدها اي دونت يوز ماي لابتوب. رقم 6 بيقول لي going to have a party، وكاتب لك بين الاقواس الفاعل يو وكاتب لك ار. طبعا ده سؤال في فعل مساعد اللي هو ار، اللي هو الفيرب تو بي. ولما باجي اعمل سؤال بالفيرب تو بي بتحط الفيرب تو بي في الاول وبعدين الفاعل، وتبقى الجمله ار يو جوينج تو هاف ا بارتي، يعني هل سوف تعمل حفله، يعني هتعمل حفله. طبعا ده الزمن ده مش زمن مضارع بسيط. رقم 7 علي نيفر نقط ليت. عندي كلمه نيفر، طبعا نيفر ما بتجيش بعدها مصدر فعل، بصرف الفعل معاه وفقا للفاعل. الفاعل عندي علي، يبقى احط اس في الفعل، يبقى الاجابه هتكون كومز، احط لها اس بالشكل ده. هننتقل بعد كده لصفحه 19، واول سؤال فيها بيقول شخص المتحدث الاول بيسال بيقول دو يو بلاي تنس، رد عليه المتحدث الثاني وقال له توايس. توايس دي معناها مرتان، يعني هو بيسال عن ايه يا جماعه؟ بيسال عن عدد المرات. ايه هي اداه الاستفهام اللي بتستخدم للسؤال عن عدد المرات؟ تمام، هاو اوفن، اللي معناها كم عدد المرات. لكن هاو ميني دي معناها كم العدد، بتستخدم للسؤال عن العدد. وهاو ماتش لها معنيين، بتيجي بمعنى كم الثمن، وايضا بتيجي بمعنى كم الكميه. وهاو لونج معناها كم طول، ينفع كم طول الاشياء الافقيه او كم طول المده الزمنيه. رقم 2 هي نقط ليت فور هيز ورك. لو بصينا هنا هتلاقي بيقول لي كم نيفر، حاطط لي ظرف التكرار بعد الفعل، بدي غلط. وهنا كاتب لي نيفر از، حاطط لي ظرف التكرار قبل الفيرب تو بي، بدي غلط. فاضل عندي يا نيفر كم يا از نيفر. هي لما يجي بعدها فعل لازم يكون فيه اس، كم ده هنا مفيش فيها اس، يبقى دي غلط، ما فاضلش عندي غير از نيفر. وبتنطبق عليها القاعده اللي احنا قلناها ان ظرف التكرار جاي بعد الفيرب تو بي، يبقى كده صح. رقم 3 هو نقط اولدر يو اور يور براذر، عاوز يقول من، طبعا هو معناها من، واولدر دي معناها اكبر، انت ام اخيك. هنا هنختار هو از، من اكبر، انت ام اخيك. طبعا مش هينفع نختار ار لان ار جمع، كمان وير برضو جمع، وطالما الاثنين جمع يبقى الاثنين غلط، وهذا مش هتنفع لان احنا هنا اولدر دي تعتبر صفه، واللي بيجي قبل الصفه هو الفيرب تو بي. رقم 4 هي نقط هيز هوم ورك افتر سكول. طبعا كلمه هي اللي هو فاعل الجمله بيجي بعده فعل فيه اس، يبقى احنا هنختار ايه؟ هنختار داز، وداز هوم ورك معناها يعمل الواجب، والجمله معناها هو بيعمل واجبه بعد المدرسه. دونت ودازنت مش هينفع اختارهم لان لازم يجي بعدهم مصدر فعل، وانت ما عندكش مصدر فعل، ده انت عندك صفه ملكيه اللي هي هيز. ودو من غير ما يكون فيها اي اس مش هتنفع، عشان هي لازم الفعل يجي بعدها يكون فيه اي اس. رقم 5 سمير ليفز نيكست تو اور هاوس سو وي نوت سي هيم. الاجابه هتكون اوفن، لان لو بصيت لمعنى الجمله هتلاقيه بيقول سمير عايش بجوار بيتنا. طالما عايش جنب بيتنا يبقى انا غالبا بشوفه، لكن دونت ونيفر وهاردلي الثلاثه بيؤدوا معنى النفي. دونت معناها لا، ونيفر معناها ابدا، وهاردلي معناها بالكاد، برضه بتؤدي او قريبه من معنى النفي، فكلهم مش هينفعوا لان هو جنب بيتنا يبقى انا غالبا بشوفه. رقم 6 هورسز هاف فور ليجز. عندي هنا الفاعل اللي هو هورسز، وعندي المصدر اللي هو كلمه هاف، يبقى انا محتاج هنا ايه؟ تمام، محتاج كلمه دو، عشان عندي كلمة هورسز جمع، ولو شلتها وحطيت الضمير بحط الضمير زي، وزي بتاخد دو. رقم 7 I always not hard for exams. عندي هنا الفاعل بتاع الجملة اللي هو I، وأنا قلت لك دايما بص على الفاعل، الفاعل I، يبقى أنت هتختار مصدر الفاعل بدون إضافات اللي هي كلمة study. رقم 8 My friend not leave so early. عندك فعل هو مصدر الفعل اللي هو ليف، يبقى انت غالبا هيكون قبل منه اداه نفي. طيب كلهم فيهم اداه نفي، نيجي لماي فريند. ماي فريند يعني صديقي، يعني مفرد، يبقى كل اللي فيه دونت هيبقى غلط،
ان انت عاوز doesn't عشان my friend لو شلتها وحطيت ضمير هتحط هي او شي. طيب هتحط ظرف التكرار قبل اداة النفي ولا بعد اداة النفي؟ بتحط ظرف التكرار بعد اداة النفي مش قبل اداة النفي. ظرف التكرار بتحط بين الفعل المساعد اللي هو don't وما بين مصدر الفعل. رقم 9 احمد نقط drinks coffee for breakfast. عندك هنا لو بصيت للفعل هتلاقي فيه اس يبقى مش مصدر. طالما مش مصدر يبقى كل ادوات النفي ده غلط. وهتختار كلمة ايه؟ كلمة never اللي الفعل بيتصرف فيها كأن الفاعل لو كان هي او شيء او انت بتحط اس، لو كان اي او وي او اي او زي بتاخد مصدر الفعل بدون اضافات. عندي السؤال بقى بيقول complete the sentences with the correct form. نمبر 1 بيقول on Fridays في ايام الجمعة we not up early it's a holiday، ومديك بين الاقواس كلمة not يعني هو عاوز الجملة منفية. ايه اداة النفي اللي بتصادمها مع we؟ كلمة don't. وهتكتب المصدر اللي هو كلمة get لان don't بيجي بعدها مصدر الفعل. رقم 2 how not your last journey، ومديك بين الاقواس be اللي هو الverb to be. يا ترى ايه الفعل المناسب هنا؟ الفيرب تو بي لما يحط لك بالاقواس يبقى هو محتاج ان او از او ار ده في المضارع، او محتاج ووز او وير وده في الماضي. طب انت هتختار مضارع ولا ماضي؟ هتبص للجمله هتلاقي بيقول لاست جيرني الرحله الماضيه، يبقى انت هتختار يا اما ووز يا اما وير. طب هتبص بقى لكلمه جيرني مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى انت هتختار كلمه ايه؟ كلمه ووز. رقم 3 people not to the beach in summer. لو بصيت للفاعل اللي هو people هتلاقي جمع ومديك الفعل اهو go ومديك all ظرف التكرار. بنعمل ايه؟ بنحط ظرف التكرار في الاول عشان بيجي قبل الفعل الايه؟ قبل الفعل الاساسي، يبقى الجمله هتكون people always go. رقم 4 not to the supermarket every week. ودي حاله سؤال زي ما انت شايف في الاخر علامه استفهام ومديك الفاعل ومديك مصدر الفعل، فاضل انك تحط الفعل المساعد. يا ترى ايه الفعل المساعد اللي هيناسب يو؟ تمام، دو، تبقى دو يو جو. رقم 5 وات نقط فور دينر، ومديك الفاعل برضه ومديك المصدر. الفاعل يو، يبقى ايه الفعل المساعد؟ تمام، ايضا هيكون دو، يبقى وات دو يو وانت فور دينر. رقم 6 الشخص المتحدث الاول بيسال بيقول سبيك انجلش، ومديك الفاعل ومديك مصدر الفعل، يبقى انت هتستخدم ايه؟ برضه الفاعل يو، يبقى انت برضه هتستخدم دو يو سبيك، تكتب سبيك وتكمل سؤالك عادي خالص جدا. عندي بعد كده الجزء الخاص بالسكيلز اللي هو المهارات بيتكلم فيه عن discussing daily routines اللي هو مناقشه الروتين اليومي، اللي هو الاسئله اللي ممكن تسالها او الاجابات اللي ممكن تجاوب عليها لو اتسالت حين تتحدث عن الديلي روتين، الحاجات اللي انت بتعود تعملها يوميا بشكل يومي. وطبعا الاسئله والاجابات دي مهمه جدا للاجابه عن سؤال الديالوج اللي هو سؤال المحادثه او سؤال الحوار. اول سؤال ممكن تساله اللي هو وات تايم دو يو جيت اب، يعني متى تستيقظ؟ لو اتسالت سؤال زي ده ممكن تقول مثلا اي اولويز جيت اب ات 6 اي ام، اللي هو انا استيقظ دائما في السادسه صباحا. ايضا ممكن يجي لك سؤال بالشكل ده how do you get to school، كيف تصل الى المدرسة؟ برضو ممكن تجاوب تقول I usually get to school by bike على سبيل المثال، او by bus او by car ايا كان وسيلة المواصلات. برضو ممكن تسأل سؤال بيقول where do you live، اين تعيش؟ ممكن تجاوب مثلا تقول I live in Alexandria، انا اعيش في اسكندرية، in Cairo، in منصورة، اي مدينة. ممكن يجي سؤال يقول Who do you live with؟ مع من تعيش؟ ممكن تجاوب بالشكل ده وتقول I live with my family، أنا أعيش مع عائلتي أو مع أسرتي. عندك أيضا سؤال بيقول Do you have any brothers or sisters؟ يعني هل لديك أي إخوة أو أخوات؟ لو حابب تجاوب على سؤال زي ده ممكن تقول Yes I do I have one brother، يعني نعم لدي أخ واحد. لو عندك اثنين بتقول I have two brothers، عندك ثلاثة I have three brothers، ما عندكش خالص بتقول I have no brothers، وهكذا. طب لو اتسألت وتقول Who is older you or your brother، من أكبر سنا أنت أم أخوك؟ ممكن تجاوب بالشكل ده مثلا I am older than my brother، أنا أكبر سنا من أخي. طب لو العكس بتقول My brother is older than me.
واخر سؤال ممكن يجي لك في الحاجه اللي هي بالشكل ده، ممكن سؤال يتسال يقول what do you do at the weekend، يعني ماذا تفعل في عطله نهايه الاسبوع. ممكن تقول مثلا على سبيل المثال اجابه بالشكل ده I usually read a book، انا عاده اقرا كتاب. ممكن تقول حاجه تانية I usually play video games، I usually play tennis، اي حاجه من الحاجات اللي هي مشابهه لهذا الكلام. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اتمنى لو استفدت من الفيديو تضغط لايك للفيديو وتشارك الفيديو مع زمالك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. اتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.